بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وارزقنا الفردوس الأعلى. أبداكم بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ثلاث، تعرفوا إيش هم؟ صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد يدعو له. وإحنا بنركز على رقم، بما أن هذه الحلقة مخصوصة لكل طلبة المدرسة وبالذات الثانوية، فيلا أبي أشوف منكم شغف وحب في التعلم ورغبة في التغير. الإنسان لازم يسأل نفسه: أنا ليش أتعلم؟ عن نفسي عندي ثلاث أسباب أني أتعلم: أولا عشان ديني، ثانيا عشان نفسي، ثالثا عشان غيري. كيف يعني؟ يعني الدين الآن أمرنا نتعلم، أن الدين يأمرنا بالمعروف ولا يأمرنا بالمنكر، والعلم معروف وله فضل كبير على الإنسان في أنه يجعله إنسان سعيد وناجح وإنسان مصير الجنة بإذن الله. أحكي لكم قصة إن شاء الله تعجبكم تستفيدوا. قال كثير بن قيس رضي الله عنه إنه كان جالس مع أبي الدرداء في مسجد في دمشق، فجاءهم رجل يقال أنه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أخبره؟ أخبره: يا أبي الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم آتك لحاجة، فقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. إذن طريق العلم وطريق الجنة طريق واحد، وفي النهاية هذا العلم قبل ما أنه يكون شيء للدين يكون شيء يفيدك كإنسان أو كإنسان. ثانيا النفس، إحنا بزمن نفسي نفسي وكل شيء مهم عشان نفسي، الإنسان صار يفكر في نفسه قبل غيره. عندي لكم مثال بقرأ لكم يا اللي ما حفظه. مارتن لوثر كينغ هو أحد أهم الشخصيات الأمريكية، حتى أنهم عندهم يوم كامل إجازة بمناسبة هذا الشخص، هو ساعد الأمريكان السود. إيش قال عن العلم؟ قال: The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, that is the goal of true education. مختصر كلامه. إيش هو أول شيء عرف العلم؟ قال إن العلم إيش هدفه؟ إنه يحسن تفكير الإنسان، يفكر بواقعية ويفكر بكثافة. والإنتليجنس اللي هو الذكاء والشخصية، هذا الشيئين، هذول الشيئين هما أساسيات العلم، هما معنى العلم الصحيح. يعني أنت أو أنتي لما تتعلمي، أنتوا بتتعلموا عشان ترضوا أمكم، ولا عشان أبوكم يعطيكم التليفون، ولا عشان تبينوا أنكم فلاسفة؟ لا، أنت تعلموا عشان نفسكم، عشان تكونوا فعلا أناس هذا المجتمع، لأن صدقوني بدون شهادتكم في هذا الزمن بتطيحوا. وبعدين عشان تفهموا الحياة، عشان أنتوا الآن تعيشوا في زمن سريع، زمن يحتاج ناس واعية عيونها مبطلة. كيف تتبطل العيون؟ بالعلم طبعا، عشان تقدروا تروحوا الجنة وتساعدوا الناس أنهم يجوا معاكم في الجنة. النقطة الثالثة اللي هو إحنا نتعلم عشان نغير. انتبهوا معي في هذه النقطة، هذه النقطة تنقسم إلى ثلاث نقاط فرعية أخرى. أولا نتعلم عشان غيرنا، لأن العلم من عند الله. ثانيا لأن العلم أمانة. ثالثا عشان إحنا نبي التطور. كيف يعني العلم من عند الله؟ أنت أو أنت أو أنا، نفترض نتكلم عن علم القرآن. من علمنا القرآن؟ معلمين. من علم هؤلاء المعلمين؟ معلمين ثم معلمين ثم معلمين، هناك سلسلة جدا طويلة، بعدين تابعين ثم صحابة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جبريل ثم الله. يعني هذا العلم من عند الله، الله أعطانا إياه لأنه أمانة. تقلل النقطة الثانية، لأن هذا العلم أمانة. يعني إيش عليك أنت أو عليك أنت أو علي أنا؟ علينا أن نحافظ على هذه الأمانة ليوم الدين، ألا وهو يوم القيامة. أوكي، عشان إحنا نكون ناس سعداء في الدنيا والآخرة يجب إيش يصير؟ إننا نتطور بطريقة صحيحة. ما إحنا قاعدين نقول أوف بلادنا فيها كذا وفيها كذا والوطن العربي كذا والعالم كذا، كله بس ندم. ليش ما نطور؟ التطور يأتي من الفرد قبل المجتمع، فالعلم هو أساس التطور، العلم هو أساس التطور. فبعلمك أو بعلمك هذا أنت بتعطي لحد ثاني، وحد ثاني بيعطي لحد ثالث وثالث ورابع، وكذا المجتمع بينتشر فيه هذا العلم الصحيح.
وبالتالي سيكون هناك في تطور والمجتمع بيصعد مرتبة أعلى. والله يا حنان أنا أبي أكون شخصية مهمة، أنا أبي أكون شخص يغير مجتمعه، أنا أبي أموت وأنا مسوي بصمة في هذا الدنيا، لكن كيف أذاكر؟ سؤال أنا كنت أسأله نفسي، أكيد أنت سألت نفسكم. في طرق مختلفة في المذاكرة، في ناس يحبوا، إحنا الحين ندرك خمس حواس صحيح، في ناس يذاكروا باللمس عن طريق أنهم مثلا لو يذاكروا كيمياء يركبوا هذا المركب على هذا المركب محلول وبلا بلا بلا هالسوالف ويطلع لهم الشيء. في ناس بالنظر يحبوا حد يشرح لهم وهم يشوفوا، وأغلبية الناس على فكرة بالنظر، عشان كذا تم اختراع المدارس لأحد الأسباب. ثانيا في السمع، في ناس يحبوا يسمعوا، مثلا يبغوا يحفظوا آية قرآنية بيسجلوا صوتها أو بيسمعوها عن طريق قارئ أو مرتل بيحفظوها. الشيء ما أعرف صراحة كيف، بس أنا بخبركم شيء لا تستغربوا منه، أنا استخدمته نفس الشيء، إن كنت لما أذاكر راح أعطر مكان بعطر معين، هذا العطر لمادة الرياضيات، هذا العطر لمادة كذا، وأشم الريحة. هنا يعني في علاقة بين الروائح والذاكرة. أنتوا الحين مثلا عندكم عطر معين يذكركم بشخص فلان، يذكركم بأيام معينة، نفس الشيء. فمثلا أنا الحين أبي أذاكر رياضيات، كنت بعطر المكان بعطر كوكا شانيل لأني أحب كوكا شانيل، ولما أروح أكتب الرياضيات الفاينل كنت نفس الشيء أعطر نفسي بهالعطر. أتذكر فعلا هذه أشياء لها علاقة بالعقل الباطن، وفعلا علم جميل جدا. أقرأ عن هالعلم بعد ثاني بالكلام، وهذه الطريقة اللي هي أنا كنت أحبها. كلني بنت وحب أتكلم، والله ما أدري، بس إن إيش أنت تسوي؟ كنت أجيب سبورة كبيرة وأقلام سبورة ألوان وأشياء أنا أحب الألوان، وأشرح نفسي كأني معلمة. وهنا أنا ما بس استخدمت الكلام، استخدمت النظر، لأني كنت أشوف أنا وش أكتب، كنت أسمع نفسي وأنا أسوي، غير عن العطر اللي أعطره، غير عن اللمس إن أنا قاعد أسوي هذا وهذا وأكتب، فاستخدمت كل حواس. لكن الأهم من كل هذا إن أنا أعامل المذاكرة كأني أعامل أي شيء ثاني في حياتي مهم. يعني أنت كطالب وأنت كطالبة لازم تحبوا المذاكرة، صدقوني في حياتكم مستحيل تسوي شيء وانتو ما تحبوا، مستحيل. فانتو حببوا نفسكم لو كان بالقصد. يعني انت تخيل نفسك ان هذه المذاكرة هذه زوجتك في الثانوية العامة، واهلك غاصبينك عليها، ولا انت اعتبري زوجك واهلك غاصبينك عليه. حبوا بعض، خلوا يكون في علاقة بينكم وبين المذاكرة، علاقة حب، لان بالحب ينتج العطاء، بالتالي النتائج تكون مثل ما تبونها وما بتتعبوا. يعني وانتوا رايحين تذاكروا ايش تسووا؟ من تجربتي الشخصيه كنت اروح احضر لي كوب كوفي، ابخر مكان، اعطره، اسوي كذا ليتات وحركات عشان انا ارتاح نفسي، عشان احب المذاكره ما تكون بالنسبه لي شيء كئيب وحزين. انتوا نفس الشيء، مكان مذاكرتكم مهم، البيئه اللي انتوا تذاكروا فيها مهمه، فخلوها بيئه محاطه بالحب. ايش يعني محاطه بالحب؟ يعني خلوها بيئه عطره، بيئه نظيفه، كذا شيء حلو، ولا تاخذوا انه شيء دسم. بالعكس خذوا المذاكره ان هذا بسبب هالمذاكره انا بوصل لطموحي، لان هي اللي بتفتح لي الباب. وبعد هالباب في طريق طويل اللي هو طريق التخصص، وين تتخصصوا، وين بتدرسوا، في اي جامعه، ايش بتشتغلوا، كم راتبكم. حياتكم كلها مرتبطه بمذاكرتكم في الوقت الحالي او الوقت الراهن. ثانيا الصبر، كل شيء في هذه الحياه يحتاج الى صبر. اعرفوا ان الله ما بيحطكم في مشكله، والمذاكرة أحد المشاكل بصراحة، إلا هو قادر أن يخرجكم منها، كما أدخلكم فيها فهو قادر على أن يخرجكم منها. أيضا اعرفوا واستوعبوا أن هذه الحياة ما فيها راحة، لا تبحثوا عن الراحة، قد تكون هناك راحة نعم، ولكنها راحة مؤقتة. الراحة الحقيقية تأتي لما أنت توضع في قبرك إذا كنت عبدا صالح، إلى أن تكون في يوم القيامة في الجنة، وإلى آخرة الحياة البرزخية. هنا في هذه الدنيا راحة مؤقتة، فأنت حاول على الأقل بدل ما تكأب نفسك أو تكأبي نفسك تأخذ هالراحة هذه المؤقتة، لكن أعرف أنها ما راح تدوم. فأصبروا واثبتوا، لأن فعلاً بتحصلوا ناس بيحطوكم نسبتكم خايسة، ممكن انكم تكونوا مذاكرين الاختبار وتجيبوا فيه 4 5 6، انتوا ما كنتوا تبوا كذا، بس اصبروا اكيد في حكمة، يمكن في شيء غلط انتوا سويتوه. اصبروا بتشوفوا ان ناس ثانية يطلعوا ولا همهم المذاكرة، وانتوا اهلكم غاصبينكم انكم تقعدوا في البيت وتذاكروا. صدقوني ما بيسووا كذا عشان نفسهم، هذا كله عشانكم انتوا، عشان تصيروا فعلا ناس مهمين في هذه الحياة. اصبروا على كل شيء، لانها فقط سنة واحدة إذا كنت في الثانوية العامة، أما إذا لم تكن في الثانوية العامة فهي عدة سنوات سريعة جدا ما بتحسوا فيها، خذوها من مجرد. وصدقوني أيام المدرسة أحلى أيام. ثالثا وهذه أهم نقطة بس أنا حطيتها آخر شيء، لأن الناس اللي يحطوها أول شيء يكونوا ناس يستخدموا مبدأ التسويف،
التوكل على الله. تجيكي واحدة، والله أنا اليوم رايحة الصالون، اليوم رايحة كذا كذا، بكرة عندي اختبار مات. لا لا ما مشكلة، أنا عندي بكرة اختبار مات وبكرة كنت مركزة مع الأستاذ، لكن ما يحتاج أذاكر، متوكل على ربي. أو يجيك واحد، أنا عندي الحين مباراة وبعدين رايح مع الشباب مقهى، بعدين رايحين ما أعرف نلعب بلاي ستيشن ولا هالسوالف، وأنا متوكل على ربي، يلا يلا عسى خير. لا، توكل على الله يريد العمل، إن الله مع المتوكلون، لكن الله يريد العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. هذه دائماً في بالي وأنا طالبة. فأنتوا الحين لما تتوكلوا على ربكم تتوكلوا من قلبكم، لكن إيديكم الثنتين هذه لازم تشتغل، عقلكم هذا لازم يشتغل. فالله ما بيوفقكم لو أنتوا ما اشتغلتوا، هي رغبة في القلب لكنها أيضاً مقترنة بعمل تقومون بفعله. طيب يا حنان، أنا أريد نسبة لكن مو قادر ولا مو قادرة. في عدة علاقات لازم تفكروا فيها، بقرأ لكم إياها. علاقتي مع ربي، علاقتي مع نفسي، وعلاقتي مع العلم. نبدأ بعلاقتي مع ربي، لأنها أهم علاقة بتمر عليكم طول ما أنتوا أحياء، حتى وأنتوا أموات، لأنها العلاقة التي ستدوم إلى الأبد. It never ends. علاقتكم مع ربكم، انتوا شوفوا، انتوا الحين تدرسوا، تبوا التوفيق من ربكم، لان ما حد بيوفقكم، ولا حد بيوفقكم، لا معلمة لا اهل لا صديقة ولا شيء. الوحيد اللي بايد انه يوفقكم هو الله سبحانه وتعالى. راجعوا علاقتكم مع ربكم، كيف صلاتكم، كيف توكلكم على الله، كيف دعائكم، كيف الصدقات معاكم. يعني أنا أبي نسبة وأبي نسبة وأبي نسبة، وأنا من هناك أأذي ناس، معاملتي مع الناس طريقة غلط، أنم وأسب وأعتدي على ناس وأرمي المحصنات وما أصلي، كيف تريد التوفيق؟ يعني الشخص اللي يقوم فعل هذه الأفعال عنده وجه إنه يرفع إيده ويقول يا رب والله أنا بستحي لو أسويته، والله استحي ان اطلب من ربي شيء لاني ذنبت ذنب كبير. هذه الصلاه فرصه انكم تدعوا من تجربتي الشخصيه، كنت ادعي الله دائما في صلاتي وانا ساجده، والله العظيم كان دعاء من قلبي، ولا كنت احب اني اذي حد واجتنب المعصيات قدر المستطاع. اقسم بالله ان ولا دعاء دعيته وانا ساجده ما استجاب، كل دعاء دعيته لك الحمد يا الله انه استجاب. هذا كله لأن أنا علاقتي مع ربي الحمد لله كانت زينة، أتمنى أنها تكون زينة. ثانيا كنت متوكلة على ربي، كنت أقول يا رب أنا راضية بكل شيء، أنت تعرف أنا كيف أتعب يا الله، أنت تعرف أنا ماذا أريد ولماذا أريد ذلك. يعني أنت الحين العلم ليش تبون تتعلموا؟ الله بيسألكم أنا إيش أحد يعني نياتي في العلم، طلب العلم هو أن أنشر الإسلام، هو أن أفيد غيري. فالله اطلع على ما في قلبي، فلذلك وفقني في فعل الخير. انتم كذلك هذا العلم انكم تفيدوا غيركم، تساعدوا في نشر الرسالة الدينية. ثالثا الدعاء، كنت ادعي ربي بخشوع احس براحة، لان انا اخبر ربي ما في قلبي، لان هو الوحيد الذي يستطيع ان يغير كل شيء اريده ان يتغير. اشياء اخرى مثل صدقات، احنا يمكن بعدنا صغار كنا ايام المدرسة ما عندنا راتب مثل الحين ولا كذا، بس ابسط شيء ممكن تتصدقوا، تعرفوا الشيء اللي ممكن تتصدقوا ايش هو بدون ما تحطوا ايدكم على جيبكم او تطلعوا محفظتكم؟ الابتسامة، ابسط صدقة ممكن تفعلوها، والمدرسة فرصة توزعوا ابتسامات بالهبل، صدقات بالهبل بدون ما تفتحوا محفظتكم وتطلعوا 200 بيسم على المقصف. فخليكم دائما مبتسمين ومتفائلين. النقطة الأخرى وهو علاقتي مع نفسي، دائما أن أذكر النفس لأنها مهمة، لأن النفس هي شيء قريب منكم لا يعرفه أحد سواكم، أنتم والله. الحين لازم تحفزوا نفسكم ذاتيا، لا تسمحوا لنفسكم أنها تحبطكم، لا تسمحوا للشيطان أن يوسوس لكم. انت الاختبار الاول جبتوا هالدرجة، يعني الاختبار الثاني مستحيل تجيبوا درجة ثانية. حفزوا نفسكم، عيشوا فهم، تعرفوا الانسان الفاقد اللي ما يحس بشيء،
كذا بالضبط أبيكم تكونوا كطلبة في المدرسة.